السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني التنظيم تاع كأس إفريقيا هذه، وين يعني اللي بشوية ماشي صعيبة ولا لا سيد. أنا قلت لكم كيفاش عم يمشوا فيها، تشوف انت يا اللجنة جات منها اول مرة هذا السؤال جا، والناس عم يحوسوا يعني يتبرؤوا منها كيما مونتيبي يحوس يتبرع. مونتيبي جا هنا الجزائر وبرنوس وصوالح ومنها من 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 يحوس يتبرع، يحوس يهرب من المسؤولية. غدوة ان شاء الله كي يهدر مع الجزائر تشوف فيه بلي ودي راه بريء، بلي انا اللي غالب ناس منها هما اللي انا خاطيني. حنا لازم حنا نخدمو منبقاش نشوفو يعني القجاع راه يدينا فلان راه يدينا فلان. يا ودي نتوما راكم لاهين مع القجاع، والله لا كاينه وحده، انا نقولها لكم نعاود، كاينه وحده القجاع بالك قاع بريء منكم، والله لا كاينه وحده. كاين شوف كاين داك سانغور هذاك اللي كان يعني اللي خدم يعني صوالح بزاف للجزائر من اجل كاش فاطمه سامورا هذيك وذاك تاع نيجيريا، هادو ثلاثه. خاطر انا نزيدكم نقول لكم حاجه، تعقلوا لها اللي بغى زاتشي يترشح، المصري التونسي عيط للقجع ولا عيط عيط المصري والي جاري عيط للقجع ولا عيط ابو ريده لمن عيط؟ كاين تسجيل تاع مي قالوا الى حنايا الى الجزائر دات اربع نقاط قالوا تما حنايا ما ناش كاع كاينين. لمن عيط؟ عيط المصري، عيط ابو ريده، قالوا لازم نحبسوا عليه الماء. واه ولا واه ولا ما عيطش اللقجع، خاطر اللقجع يلعب مع كبار. الترشحات تاع ذري صغار تاع منا تاع ذري صغار مش محوس عليهم كاع. القجع سايق، القجع من يدي من يدي من الفيفا يدي 8 ملايين اورو، 10 ملايين اورو يدي يجيب لبلاده. وصل دومي فينال دا 27 مليون اورو، 27 مليون اورو يا جماعه، 27 مليون اورو. راكم عشتي راكم عشتي راكم عارفين شتي ولا مش 27 مليون اورو. هكاش داير لهم شكا دا 27 مليون اورو، زاد هاد اليامات دفعوا له 8 ملايين اورو. حنا الله يعطيه الله يزيده الله يزيده. انا باين لعلو وكاع رانا نهضو الجزائر كامله تهدر فيه، بيت شادرنا شادرنا عقلناه طيحناه ما درنا له والو، ما درنا له والو. خاطش علاه الناس ما يستخدم وراه يتعسف الناس اللي راهي تخدم ويقول لك يا ودي روح خدم. شو كانت صار يا كيما هكا مصاروا يعني عقل طايحين على الحاج محمد راو راو الحاج راو 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 راني عاقل عليهم. واحد حكيم حكيم عاقل يميز عاقل يميز، عيط في التليفون هو والد صديق هذاك صادق هذاك والد صادق هذاك اللي يدير نواظر طردوه مسكين وكلش. عيط قال لهم على بالكم بلي راكم تهضروا شكون يسمع بكم؟ قالوا شكون؟ قال لهم تسمعوا بعضكم بعض بعض، قالوا لهم كاش لا يسمع بكم. حنا صاريت لنا كيما هكا راهم يباتوا يهضروا من بصح كاش كاش لا كاش مغاربه يتبعونا توانسه منا يشوفوا مغاربه يشوفوا شكاين وحنا نتبعوا مغاربه نشوفوا شكاين. ومرة الناس يطعم تاكي مقلعة الناس ولا الناس تاكي مقلعة ولا تشوف انت يا السينيغال الشباب تاعها تاكي مقلعين ولا الاكاديمي تاعهم ولا موالك. انا نسيتكم حاجه، انا تعقلون اللي قلت لكم بالك زومبيا، خاطش غادي نقول لكم واحد الكلمه على بالكم بلي لقجع فوزي لقجع عمك شنو قال لهم؟ قال لهم لازم تكون عندنا ثقافه ماشي لازم ننظم باش ندي، لا قال منظمناها في 88 وما ديناهاش. قال انايا الى ننظم كاس افريقيا عندي في بلادي وما نديهاش، لا ما نسخصهاش ما نحتاجهاش. قالوا انا ماذا بيا تنظمها الجزائر وانا نديها من الجزائر. غادي نقولها لكم، راني نعطيكم بصح اليوم راهي زومبيا خرجت
وكل لبدا كنت نقول لكم على زومبيا يا جماعه تولي رانا حنايا نعسوا في بعضنا بعض. زومبيا الجزائر، الجزائر المغرب، الجزائر المغرب، الجزائر المغرب، الجزائر المغرب، زومبيا غادي تخرج لكم. هيا لا وراي زومبيا تصدم الجزائر والمغرب. كاس امم افريقيا اصبحت في خبر كان والتفاصيل، وين دخلت زومبيا بقوه السباق تنظيم كاس امم افريقيا، خاطر قادرين يعطوها لها، قادرين يعطوها لها، قادرين تديها زومبيا، خاطر عمرها لا راخو خاطر ما كان لا دخلت بقوه لا والو. رجال ايتام وشكون اللي غادي يديها؟ نديها انا يا تاتش زومبيا وانا غادي نجي نربطها هي تربح كيما هكا. وين دخلت زومبيا بقوه السباق تنظيم كاس امم افريقيا 2025 في ظل المنافسه الشرسه من قبل المغرب والجزائر، ورغم وجود مؤشرات ترجح الامكانيات ان ينحصر التنافس بين البلدين العربيين على احتضان هذا التظاهر الاهم في القاره الافريقيه، الا ان زومبيا اعلنت رسميا عدم استعدادها للتنازل عن حلمها في تنظيم النسخه المقبله بغض النظر عن قوه ملفات المنافسه للبلدان المغرب، الجزائر، نيجيريا والبنين. وفي هذا الاطار كشفت وكشف اندريو يعني رئيس الاتحاد الزومبي لكره القدم يوم الثلاثاء ان بلده اليوم يعني بلده يعني تتوفر على كل مقومات لتنظيم كان 2025. ويراهن هذا رئيس الاتحاد ووفق مصادر مقربه من الكاف على وجهه زومبيا بلد السياحي القادر على السحب البساط من منافسيه خاصة المغرب والجزائر، إلا إذ كان إلا ذلك ونفى مصدر نفسه عربي 24 نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ترجيح الكفة لبلد على آخر، موشي إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي المعنيين بالتصويت سيختارون ملف الأفضل بناء على تقارير اللجنة التفتيش المكلفة بتقييم البنية التحتية الرياضية للبلدان المترشحة. ومن المنتظر أن يوفد الكاف لجنة التفتيش إلى البلدان الخمسة المرشحة صحيح يدوروا نسخة لكأس إفريقيا خلال أيام قليلة قادمة لتفقد الملاعب الرسمية المرشحة لاحتضان يعني المباريات والملاعب تدريب والفنادق وغيرها من التجهيزات والبنية التحتية التي يحددها الاتحادان الافريقي والدولي قبل اختيار البلد الفائز مبدئيا في 16 يعني وين نقولوا بلي بداوا هذا يعني هما بداوا في هذه الايامات يعني وين في رواندا يعني وين نقولوا بلي على هامش الاجتماع اللي غادي يديروا وقيلا مع في جويليا ولا في جوان. وكان الكاف سحب من غينيا شرف تنظيم النسخة 2025 لكأس إفريقيا لعدم استجابتها لمعايير محددة وتأخر تنفيذ مختلف المشاريع، ما يهدد يعني نجاح البطولة خاصة بعد الأزمات التي أثرت خلال النسخة الأخيرة في الكاميرون والتشكيلات يعني المنتخبات. المهم حنايا دروك المنتخب الوطني قلت لك الجزائر راهي فانيك رانا في الطريق نقارعو ونشوفو سبحان الله نقارعو ونشوفو هذه هي يعني كلش ان شاء الله بربي يكون في يكون في صالحنا علاش لا يكون في صالحنا هذه هي اخويا هي ما هي سهلة هي ما هي سهلة هي ما هي سهلة بصح لا بنادم ما كيما يقول لك ما يقطعش الياس ما يقطعش الياس ماشي زعقة أو دي داك والله ما سهلة. المهم حنا اللي فيها الخير ربي يجيبها وصحيك، حنا اللي فيها الخير ربي يجيبها وصحيك، هذي اللي نقولوها، قاعد نزيدو فيها ولا حاجة.
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو ونيشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ساعات طولكم خاطر.